يا مرحبا، واليوم السبت 13 نيسان ابريل 2024. في تغييرات بالتأكيد، اليوم اختلفت مواقع الأبراج. اليوم رح أبدأ معك عزيزي مولود الجدي. توتر ما في شك، يوم دقيق شوي، بيحمل بعض التوترات، بيحمل بعض الهموم يمكن، وخاصة بعلاقتك مع العائلة أو ربما مع الشريك. ممكن تطرأ هيك بعض النقاشات الساخنة، حاول إنه ما تطورها لخلاف. عزيزي مولود الحمل، شوي اليوم هيك الأمور بالنسبة لك بتحمل بعض المعاكسات، خليني أقول تعب. هلا ممكن يكون شوي تعب من مسؤوليات عائلية، ممكن هيك من بعض الأجواء يلي عم تضغط عليك، يعني حامل هيك أثقال. بحس مولود الحمل اليوم في عنده هيك تغييرات بالمنزل ممكن، أو ربما بعض الأمور يلي بحاجة لوجودك. يعني ما بستغرب يجيك تليفون مولود الحمل يقول لك تعال البيت، في شيء لازم تكون أنت موجود. عزيزي مولود الميزان، يوم بده انتباه وبده تركيز كتير عالي. يعني الحقيقة اليوم لازم تركز على كلامك، لازم تركز على أدائك، وخاصة بالعمل، يعني تجاه المسؤوليات المطلوبة منك، لأنه اليوم في هيك وكأنه نوع من الضوء مسلط عليك. أي خطأ بيصير ممكن الآخرين يحملوك مسؤوليته بطريقة أو بأخرى، فاليوم بدك تهدى كتير وتحاول تساير أمزجة الناس اللي حواليك بدون ما ترفع أي تحديات. عزيزي مولود الأسد، شو عم يصير معك اليوم؟ اليوم هدوء بعد يومين من النشاط الاجتماعي والعلاقات، اليوم هادئ جدا، وأنت ميال هيك تعيد النظر ببعض الأمور. يعني رغم أنه الفترة كتير حلوة لك، بس هذا اليوم هيك بشوف شوي في تعب عم تعاني منه، أو تأخيرات أو بطء أو فتور بالأجواء إجمالا. معلش ريح بهذا اليوم مولود الأسد، يعني ما في داعي أنه تباشر بجديد، ما في داعي تاخد قرارات، تعامل مع الأمور يعني بشكل هادئ، لأنه في بطء اليوم وفي بعض التأخيرات، فلا تعول كتير على النتائج. عزيزي مولود الدلو اللي مشغول كتير اليوم، ولازم تتابع أمورك، لأنه أي إهمال من طرفك رح يوقعك بأخطاء بمسؤولياتك أو حتى بالمشاغل المطلوبة منك. لازم يكون في متابعة حسيسة، لازم يكون في تركيز، رغم أنه اليوم يمكن تكون فاقد للتركيز. هلأ إما بظرف صحي، إما بشرود، إما بنسيان، أنه مشتت شوي الذهن مولود الدلو اليوم، إلا أنه لازم كتير تستجمع طاقتك وجهدك وتضعهم بالمكان المناسب لحتى تنهي مسؤولياتك الكتيرة. عزيزي مولود الجوزاء، يوم من الأيام الحلوة اللي فيها ثقة بالنفس وفيها مكاسب. يعني فيني أقول أنه ممكن يكون في مكاسب، ممكن يكون في أرباح، خبر مالي حلو ممكن، إلا أنه بالمقابل في مصاريف، هذا يلي أنت بدك تتحكم فيه. يعني فبدك تحاول كتير أنه توازن ما بين دخلك وما بين مصروفك، حتى لو كان البعض عنكم مكاسب، بس حاولوا أنه ما تبددوها بسرعة شديدة. درس أمورك المالية منيح وأيضا قراراتك. عزيزي مولود القوس، يوم من الأيام الحلوة والجيدة ومختلفة عن يومين مضوا. اليوم بتبلش هيك بتصلح بعض الأمور، بترتب بعض العلاقات، الأوضاع اللي تأخرت تستدركها بهذا اليوم. في تعاون اليوم، في إيجابية بالتعامل مع الآخرين، مع المحيط، سواء كان محيطك العائلي أو حتى المهني إن وجد، فالأمور بالنسبة لك جيدة ومواعدة. على فكرة ممكن يكون في تسوية لقضية مالية، ممكن يكون في حل، ممكن حتى يكون في شيء على صعيد الصحة أفضل من قبل. عزيزي مولود الثور، يوم للنشاط، للنشاط بزيارات، بلقاءات، باستقبال الضيوف، يمكن ببعض الالتزامات مع العائلة اللي عم بتتابعها وعم تتحملها بكفاءة كتير كبيرة. اليوم عم تلاحق مصالحك، مصالح عائلتك، في هيك ظروف داعمة وجيدة للتواصل بينك وبينهم. وحتى اليوم ممكن كتير مولود الثور يكون في عندك بعض التنقلات، بس رغم هيك انتبه على سيارتك بهي المرحلة. عزيزي مولود العذراء، علاقات عامة، علاقات خارجية، صداقات، أخبار عم تجيك من بعيد، وعود يمكن من بعض الجهات أو من بعض الأصدقاء. يعني لساتنا بطور الوعود، ما دخلنا مرحلة التنفيذ، لأنه اعتبارا من 20 هذا الشهر رح تدخل مرحلة كتير قوية ومهمة. بس يعني اليوم
على الأقل في تسلية، على الأقل في تجمع معين، زيارة، جلسة، مشروع مع الأصدقاء، ممكن يحقق لك أوقات طيبة ولطيفة. عزيزي مولود العقرب، أول المواليد الأكثر حظاً معنا لليوم، اليوم عم تتمتع بجاذبية كثير كبيرة وقدرة للوصول لقلوب الناس اللي حواليك. اليوم في شعبية حواليك، عندك قدرة على التأثير، كلامك له صدى، كلامك الناس اللي حواليك بتسمعه، فركز على المواضيع يلي بتعنيك ويلي بتهمك. كتير من مواليد العقرب ممكن يكونوا عم يتعاملوا بأمور العلاقة بسفر مثلا، إذا حابين تسافروا تغيروا مكان تغيروا موقع، تتعاملوا مع أمور العلاقة بأوراق، هذا اليوم مناسب لكم. عزيزي مولود الحوت، يوم من الأيام الحلوة والإيجابية لا تدخل مصالحة مثلاً، لا توضح بعض الأمور اللي كان فيها نوع من الإشكالية أو نوع من الغموض. يعني فيك اليوم تبرر مواقف، بتقدر يعني تبلغ معلومات، تجمع معلومات، تسمع من الآخرين، تحكي معهم، تأثر عليهم بطريقة إيجابية. استفيد من هذا اليوم مولود الحوت، وخاصة عائلياً، سواء عائلياً أو عاطفياً، كتير مهم هذا اليوم لحتى تقدر تتوصل لحل معين أو لاتفاق ممكن يكون مع الطرف الآخر. عزيزي مولود السرطان، يوم جيد، يوم قوي، الأمر صار عندك، عم يعطيك فترة داعمة لتباشر، لتقرر، لتتجه لخيارات جديدة، لتعمل تعديلات عن بعض القرارات السابقة، لأنه السرطان ممكن يكون بهذا الوقت عندك تغيير ببعض الاتجاهات أو بعض القرارات، لأنه المستجدات رح تخلق لك شيء جديد بالفترة القادمة. بس اليوم أكيد أنت متصالح مع نفسك، مرتاح أكثر من اليومين يلي راحوا.